الاسم اللي خلق الخلق شامي ومغربي، ابن البلد وابن العرب والاجنبي. يا شمس هدي وادي حدي وغربي، ونبتدي الجول بالصلاة على النبي، ونبتدي الجول بالصلاة على ومسيرها والله تقلب عليه.
الله الله، هذا شو يستاوي؟ اخيرا طلعك الشعر وجيه معاه اللحن. يخرب سوقك، ده انت بلوى بسياحه. شتاوي، شد برجليك يا مرحب. وهو معقول كنت تبعت لي واني اتاخر عنك؟ انت لوحدك وما معكش حد. كنت عايز مين معايا يعني؟ لما قربت من القاعه سمعت صوتك بيكلم حد. لا، انا كنت بكلم نفسي. زي ما تقول كده، ششتاوي بيكلم ششتاوي، يعني اتنين ششتاويه في ششتاوي واحد. حلو، تعرف تقولها 5 مرات بسرعه في نفس واحد؟ ششتاوي وششتاوك شافوا ششت الشمس. بركه اللي بالك رايق ومزاجك عال، وزي ما يكون ضميرك مرتاح وايدك نضاف. الحمد لله، ما دام مفيش على راسي بطحه. الكلام ده تقوله لغيري يا ابن هلال السخاوي، راسك مليانه بطح ودم عزيزه مغرق ايدك. دم عزيزه مغرق ايدان يا ابن العمده صادق؟ لا، جه دوري عشان اقول لك الكلام ده تقوله لغيري، لان دم عزيزه اختي في رقبتك انت. الكلام ده بتقوله لي يا امه؟ بتقول عن الكلام دي؟ فاني وانت لوحدين ايه؟ وما معناش حد تالت. طب عيني في عينك كده؟ عزيزة كانت أختي وأهلي وكل ناسي، لكن أحلف يمين الله على المصحف الشريف إني ما مسيت شعرة من شعر راسها. وده اللي خلاك انجذبت وعملت درويش، وقعدت تلف البلاد تعيط عليها وعلى شبابها اللي راح. انت ما قتلتش عزيزة لوحدين، انت قتلت إناني قبليه، قتلت فرحة عمري، ومشيت في جنازتي طولتم وتعيط عشان كده. انا مش هسيبك يا ششتاوي، مش هطلعك من هنا. خير على ظهرك. دم عزيزة، السكينة دي كانت لازم تغيب جوه صدرك، لكن المرة دي هسيبك. قصاد لقمة وكوباية شاي أكرمتني بيهم الحجة شفيقة أول ما دخلت بيتها. تبقى غلطان، لازم تستغل الفرصة وتقتلني عشان تضمن تعيش ليوم أجلك، لأنك لو سبتيني هني مش هسيبك. ادري ورا قضاك زي ما تحب، ادري ورا قضاك، بس أنا لا يمكن آكل من إيد الحاجة شفيقة واقتل ابني. اخشع اخشع، لسه ليك عمر ربنا كاتبه لك، لكن قبل ايدك ما كانت هتطلع من سيالتك السكينة دي كانت هتغيب جوا صدرك. خلاص يا ابن هلال السخاوي، هطوعك واستنى لغاية لما ربنا يكتب لنا اللقا مرة تانية، وساعتها المقدر هيبقى غالب. ولأن كلمتك عندي ما تسواش حبة خردل، معلش اعذرني. لازم اكتفك. يعني مشوارك طلع على فشوش يا مولاني؟ كل شيء نصيب، لكن بعون الله كل آت قريب، واللي هرب المرة دي مش هيهرب المرة الجاية. المرة الجاية؟ وانت ناوي تعيد المشوار ده مرة تانية؟ احنا ورانا ايه غير المشاوير؟ احنا اهل طريقة يا شيخ جمعة. وبالمناسبة، انت جبت جوز الحمير دول منين؟ تصدق بيه يا مولاني؟ لا اله الا الله يا اخي، انت من ساعة ما سبتني وانا زودت الراكية انا دفيت ونمت ولقيت عيني غفلت كده مش عارف قد ايه. صحيت من النوم على صوت ديب بيعوي وحمار بينهك، فتحت عيني لقيت جوز الحمير دول. يعني جوز الحمير دول ما كانوش مربوطين في الجميزه اللي على راس غيط البندار الصعيدي وهو سهران على دوره في الري؟ يعني انا سارقهم؟ الله يسامحك يا مولاني. انت هتعمل لي فيها شغل صحيح ولا ايه؟ بس برضه براو عليك، ولا لولا جوز الحمير دول كان زماننا واخدينها كعابي. يلا يلا بينا في الليل الاسود الغطيس ده. يلا. الليل دخل ليل اسود غطيس ما فيهوش لمعة نجمة ولا طلة قمر، ليل ما تسمعيش فيه غير البوم والغربان، ما عادش فيه كروان
يسبح ربه، ولا إمري ولا بلبل يغني. ليل حتى على نهار ما طلعت له الشمس، خلت صباحية العروسة قهر وندم، وحنت راس الرجال وابتدى يخيط غزلك بتوب الحزن. اذكر الله ستنا، ده بدل ما تفرحي بحكم المحكمة. حكم القاضي قرب القضاء، ما بعيدوش. ليه يا ست ام العمدة؟ عبد الله حيستنوه على باب السجن، وقبل منه شاهر بيدور عليه وحيصطادوه، والكبير مش حيسيب طار اخواته، حيغرق معاهم في بحر دم ملوش سطور، وحيروحوا هما التلاتة يا صديقة، هما التلاتة حيفتوني واشرب مرارهم. ما تشرب يا ست الحلف، لا ما تكبرهاش يا ستي. سيد العمدة مش هيقف ساكت ويتفرج، وقبل ما يطولوا شعره بروس اخواته هيكون دفن السخوية كلهم وهيقطع جدرهم من الدنيا. سيدك العمدة رغم شدته قلبه زي العصفور، مش هيهون عليه يوضر اخوانه. اخوانه مين يا ست الحاج؟ اياك نسيت اني سخوي. يقطعني يا ستي، باني كبرت وبنسي. اصحيح ده على كده يا سيد العمدة نفسه نص سخاوي؟ بس النص ده ما يفرقش معاه. اديك شفته عمل ايه مع بيت خاله عبد الرحمن. فتح الله ده من الصنف اللي يتقال عليه في الحج ما يخافش ابوه. ودي يطمنك يا ستنا شوية، لان ده معناه ان سيد العمدة مش حيسيب سخاوي يقرب من اخواته. وزمان اللي عدبوني على اللي عملته مع شاهر فهموا دلوقتي اني بعدته ليه. اكيد عشان تحميه وتخليه بعيد عن عينيهم لو فكروا ياخدوا بترهم منه. بالظبط كده. بس انا فرحانه قوي. ربنا يديم الفرح. بس ايه السبب؟ عشان انت هتفضل معايا هنا لحد ما المشكله دي تخلص. مش انت قلتلي انك عايز تفضل بعيد عن البلد وتراقب الوضع من بعيد لبعيد؟ بكل الحكايه يومين ومش هيبقوا خالصين، لان عندي مأموريات ضروريه اليومين دول. والمأموريات دي فين بقى ان شاء الله؟ هنا وفي المحروسه. فبالمطامير؟ افرضي يا ابو المطامير، ايه المشكله؟ ما تعاندنيش يا فتح الله لو سمحت. قسما بالله ما قصد عندك ولا حاجه. انت ناسيه ان هناك في خالي وبنتي؟ عارفه يا حبيبي عارفه. معلش تزعلش مني، مش هتكلم معاك في الموضوع ده تاني. ولو عايز تزور اهلك كل يوم انا مش هتضايق. لما يجتمع جمال العقل مع جمال الخلقه بيبقى صاحبتهم صدفه، ويبقى اللي يتجوزها ربنا راضي عنه. بحبك قوي يا دوحة، بحبك. الله، دي احلى مره اسمعها منك. كل يوم بيعدي عليا وانا في حضنك بحس ان انا بحبك فيه اكتر من الاول، وطعم الكلام بيبقى احلى. تعالي تعالي نكمل كلامنا الحلو ده في اوضتنا. يلا. شو جوزال حضرتهم ده؟ شو جوزال نوراي هانم؟ انا متاسف مش قصدت ابدا افاجئكم، كنتوا في وضع انسجام جميل كده. كمل كمل حضرتهم ده، انا امشي حالا. لا 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 لا, لا. ازاي يا سمو البرنسيسة؟ ده سعادتك يعني انا ما قعدتش معاكي من ساعه تشريفك. لان حضرتكم مش اقعد في بيت. ايه الجرس اللي بيدق ده؟ انت مش قلتي له نوراي؟ ما انا ما لحقتش يا تيزا. دي جرس جلجل اديته لست ام سعد منشان تعلن عن ميعاد تناول طعام. اتيكيت سرايا لازم يتراعى حتى في بلد دي. طبعا طبعا. انصراف. جلوس. مالك فتح الله؟ انت اضحك ليه؟
هقول لك يا عماتي العزيزة، أنا بضحك دي سؤال، إجابتي دي عشان خف الدم، دم سموك. طب أدي أقول لك على سر، أنا في الأول في الأول الأول خالص أنا ما كنتش طايقك والله، ده في الأول والله العظيم تلات أجنبي كانت هتتفرتك من كتر الغيظ من العنجهية الإسطنبولية بتاعتك، ده في الأول. أما لما فهمتك وعرفت قد إيه أنت طيبة، الوضع اتغير نهائي، بقيت مغرم مغرم بيكي. ايه مغرم دي؟ انت تجنن فتح الله؟ عاوز روح مريستان؟ انت تاكك؟ انا ما قصدتش المعنى اللي انت فهمتيه ده خالص. يعني ايه تاكك فتح الله؟ من فضل حضراتكم احترامات اهتشامات، ابدأوا طعام. يلا كل يا توح، كل يا حبيبي. لما سمو البرنسيسة تبتدي الأول. اتفضل وامضى. انت عارف يا حبيبي تيزم هي اللي بتشرف على المطبخ، عشان كده الأكل كله تركي وطعمه جميل. طعمه جميل. أنا عمري ما هدوق أكل أطعم من كده ولا أحلى من كده. تشكرات وامضى. الأول في سرايا حضرتنا كان في طباخ تركي، شيف تركي، مرمطون كمان تركي، ما كنتش محتاج أشرف على طعام بنفسي. لكن هنا في سراي دي مفيش غير أم سعد وبنت شلبية، مش معقول خليهم يعملوا أكل بلد بوشنين ولا كفر شيخ دي. كفر صرف الله. عموما انت بركتنا والله، أنا حاسس ان انت نعمة ربنا بعتها لنا. تشكرات عمدة. بس نعمة دي مش اسم بنت حضرتكم؟ ايوه. نوراي تقول لي انها في بلد بعيد وكان مريض، ازاي حضرة عمدة قلب حضرتكم يبقى قاسي على بنت مسكين صغير من لحم ودم جنابك؟ استنى بس يا توح عشان خاطري ما تزعلش، عشان خاطري. ليه بس كده يا تيزا؟ ليه؟ عملك ايه عشان توجعيه وتجرحيه بالشكل ده ليه؟ وانا عملت ايه نوراي؟ ما عملتيش حاجة. هروح اسأله واجي اقول لك. انا جرحت مشاعره راوية؟ فكرتيه ببنته واتهمتيه كمان انه قلبه قاسي عليها. ده حقيقي، قصدي احنن قلبه على بنت مسكين، مش له اي ذنب في خلافات بين امه وابوه. مش كل حاجة بتتقال يا سمو البرنسيس، بعدين في ناس قليلين قوي هما بس اللي يحبوا يتواجهوا بالحقيقة. انا غلطت راوية؟ يعني عمدة فتح الله ممكن اغضب غضب شديد ونضطر نرجع مصر تاني؟ بغض النظر بقى ان احنا نقعد او نسافر، حضرتك لازم تطيبي خاطر فتح الله بيه، على الاقل عشان خاطر نوراي هانم. معلش يا نهمة يا بنتي، سامحيني. شكرا. توح علشان خاطري يا حبيبي، انا مش عايزك تزعل من تيزا،
ده هي ما تقصدش ابدا اللي قالته لك. ده انت عارفها وحافظها كويس، قلبها ابيض زي العيال الصغير. يعني هو في حما في الدنيا تعاتب جوز بنتها انه مقصر في حق بنته؟ ليه ما تبقاش حفيدتها وتبقى بنت دورت بنتها؟ انت بتضحك يا توح وسايبني عمال اقول الخطبه الطويله العريضه دي عشان اهديك؟ ماشي يا تروح. اصلي ضحكت على حكايه بنت دورت بنتها. طب ليه ما تقوليش بنت جوز بنتها من مراته الاولانيه؟ فتح الله، ما تقولش مراتي الاولانيه. لا مش دي الحقيقة، هي صحيح خضرة مش مراتي الأولانية، بس الجازية هي مراتي الأولانية. فتح الله، أنا اللي مراتك وبس. للدرجة دي بتغير عليا يا أميرة؟ لا، ما بغيرش عليك ولا حاجة، بس أنا ما بحبش تقول كلمة مراتي على واحدة تانية. دي بلساني بس، إنما اللي في القلب في القلب. مش مصدقك. خلاص سيبك من الكلام، بص في عيني هتلاقيه مكتوب. أريها على طول. يبقى خلاص. عاوزة إيه؟ عايزك ما تزعلش من تيزا. فهمين يا بنت الناس، أنا مش زعلان من خالتك، أنا زعلان من نفسي. كلام خالتك فوقني وخلاني أشوف اللي أنا مداريه. أنا فعلا راجل ظالم، ظلمت كل اللي من لحمي ومن دمي. يعني المفروض اتشكر لخالتك مش ازعل منها. حضرت جناب هم ده فتح الله اهي بتنادي عليك. وهي ما تجيش ليه؟ ما هي عارفه مكان هيني. انا مش ممكن كنت اقول كلام خصوصي لزوج حضراتكم اسمها واحد جنايني فلاح ولا واحد حارس بوابه ولا واحد غفير. ايه معناه ان عندك كلام مهم قوي؟ شوف حضرتهم ده، انا في حياتي كله مش قدمت اعتذارات لاي مخلوق، وحضراتكم ابقى محظوظ من شان حضراتنا قدم لحضراتكم اعتذارات من شان كلام قلته ساعة طعام عشاء. أنا ممنون للطف وكرم سموك، بس الحقيقة أنا مزعلان منك لأنك ما قلتيش حاجة غلط. شفت نوراي؟ شفت راوية؟ حضرة عمدة قول إني مش اتكلمت غلط، ليه بقى تخلوني أقدم اعتذارات عن خطأ ما حصلش؟ بردون يا صاحبة السمو، أنا افتكرت لما فتح الله بيأمن على الأكل إنه زعل قوي. خلاص يا تيزا، اعتبر الاعتذار كأنه مكان. وبعدين ما فيهاش مشكلة لما سعادتك تتعطفي وتتكرمي وتقدمي اعتذار لواحد من رعاياكي، ده دليل كرم وأخلاق عالي. كرم وأخلاق حضرتنا مش محتاج دليل. انتهينا من اعتذارات وكلام فارغ، دلوقتي في موضوع تاني يوم ده. أني تحت أمرك يا سمو البرنسيسة. لا هما موضوع وموضوع، يعني اتنين ومضى. إن شاء الله عشرة، وإحنا ورانا حاجة. تفضلوا جلوس. دادا روز وافقت إنها ترجع وهتوصل من مهروسة بكرة. مش معقولة هي تقعد في جناح فوق، هي لازم انزل في جناح حضراتنا تحت. وبيبيك مصطفى بيك لازم يكون قريب منها، منشان كده مصطفى بيك لازم ينزل تحت مش يفضل معاكم فوق. انت بتقولي ايه يا تيزا؟ مصطفى ما يبعدش عني ابدا. شو اسمه راي؟ اصول تربية عالي لازم يتراعى، دلوقتي في موضوع وموضوع. لا 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 ما تحمرجيش، لا سعادتك قلتي موضوع يبقى فضلك كمان موضوع. لا هما اتنين هم ده كده يبقى تلاتة. انت مش قلت من شوية ان شاء الله يبقوا عشرة؟ عشرين بس قولي. انت تغيب كتير وسيبنا في ضيق وملل. زبيدة قول ان في جيران هاي كلاس كل يوم يزوروا بعض ويعملوا بونجور، احنا لازم نتعرف على جيران دي مش نفضل في ضيق وملل وعزله كده. لا انت كنت تعرف على الجيران ما جرش حاجه، بس يعني لازم نسال على الجيران دول، يعني اخبارهم ايه، كمان نشوف وسيله عشان تتعرفوا بها عليهم. فاضل ايه كمان؟ لطيف بيه اتصل براوية هانم وطلب منها تبلغني ان احسن لقضية حضرتنا واحد افوكاتو من هنا من كفر الشيخ منشان يبقى تحت امر حضرتنا في اي وقت. قضية ايه اسمه البرنسيسة؟ لو ما كنت جيت يا عمدي كنت هنزل لك بشنين مخصوص عشان اشكرك على الهدية اللي انت هديتها لي. ايه دي؟ بسم الله ما شاء الله، ده من ساعة ما حط قدمه في الدكاني
والخير نازل علينا زي الشتي مغرقني. ابسط يا بركة، حكم ابويا عمره ما شاهد لحد ولا جرب الفضل بغيره. يا سيدي كتر خيره، انا كمان بحمد ربنا ان انا لقيت شريك زيه. ده عمده ما هواش بس راجل جدع وطيب، لا ده تاجر شاطر وعنده ضمير، ودول حاجتين ما يجتمعوش الا صدفه. اخجلتم تواضعنا يا سيدي. قول لي يا حاج غازي، ما تعرفش احسن افوكاتو هنا في كفر الشيخ؟ افوكاتو؟ ليه يا ابني بس افوكاتو؟ لا لا ما تقلقش يا حاج، ده قضيه تخص البرنسيسه حمادي. قضيه ايه كفر الشر؟ هقول لك بعدين. قلت ايه يا حاج غازي؟ قلت لا اله الا الله. بصراحه بقى يا عمدي، احنا ما عندناش هنا في الكفر اشطر من الافوكاتو عمر الشواتفي. الانذار مكتوب بالفرنساوي وطالع من مكتب لويس باخوم. ده يا سيدي يبقى اكبر محامي في المحروسه، وانا اعتقد ان الراجل التركي اللي ورا الانذار ده عمل توكيل علشان يرفع قضيه، والانذار ده هو اول خطوه. طيب وايه اللي مطلوب مننا بالظبط يا حضره الافوكاتو؟ اولا توكيل من الهانم عشان اتحرك بيه قدام المحاكم. ثانيا الهانم تيجي تزورني هنا في مكتبي او اني اجرها يعني، علشان يعني اخد منها كل التفاصيل اللازمه، وكمان اطلع على كل الاوراق اللي موجوده عندها. خلاص سعادتك تشرفنا بالزياره ان شاء الله النهارده. انا مش مستعجل يا عمده، ايه رايك يوم الاثنين يعني الساعه 7:30 مساء كده؟ يعني ما لقيتش غير عمر الشواد في يا عمده. هو صحيح افوكاتو متصيط وسمعته ماليه الناحيه، انما ما تسالش حد يتعامل معاه الا لما يقول لك عد صوابعك بعد ما تسلم عليه. نصاب يعني؟ لا هو مش نصاب، انما مش دغري، اساليبه ملتويه كده. اشرب الشاي. بس والله براه عليك، بقالك كم شهر وايه ضحكت تعرف البلد واهلها. شغلتي بقى يا ابو اسماعيل، وانا واخويا الناس بتجي لحد عندي. بمناسبه الافوكاتو، انا اعرف لك افوكاتو احسن من عمر الشواتي. هو صحيح مش متصيد زيه، انما شغله احسن منه وبما يرضي الله. وعلى فكره يبقى قريب عمر الشواتي، بس عمر مش سايبه حاله ابدا، عمال ينف كل شويه ويشنع عليه وبقول للناس انه شيوعي. شيوعي؟ ايوه. تقصد زي الجماعه البولشفيك دول بتوع روسيا؟ بالظبط كده، بس هو مش كده خالص. ايه مالك عمال بتبص في الساعه دي كل شويه؟ انا معطلك عن حاجه؟ لا ابدا، انا بس يعني في ضيف جاي لي من مصر مخصوص وتاخر يعني، فانا قلقان عليه. عموما انا همشي دلوقتي. ايه يا عم، هو انا عشان ببص في الساعه قلت مشي؟ لا انا عندي مشاوير هتاخد النهارده طوله، بس اعد عليك بالليل عشان نروح نطمن على الحاج يونس. كمان في موضوع مهم عاوز اتكلم معاه فيه. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه يا عم. يا استاذ، مش سامع صوت المكن يعني؟ الشباب عطتهم راحه ساعة زمن ما فجرها. يا خواجك حيل، انت مش ملاحظ انك مدلعهم زياده حبتين؟ هيدول عمال لهم حقوق، اذا بتعطيهم الحقوق تبعهم بيضل قلبهم على قلبك. واجب تفهم علي وتحفظ يلي بقوله لك. ما فينا ضل حفظك وتفي ناسي. ما بالراحه شويه على نسيبك يا خواجك حيل. اهلين خيو، كيفك بكري حبيبي؟ ايه ده انتوا شفتوا بعض النوبه اللي فاتت خمس دقايق لحقتوا تصاحبوا؟ هقول لك ايه، ما انت مش فاهم حاجه بقى يا سيدي. المره اللي فاتت انا والخواجه حيله حماك سهيناك بعد الاجتماع وسهرنا سهر الطرب على مزاجك. شكلك كده ما سمعتش حماك وهو بيلعب على العود وبيغني الودود الحلبيه. عنك يا جناب العمده. اتفضل يا سيدي يلا بينا. عدم المؤاخذه يا جناب العمده، عرفت جنابك ان الاستاذ بكري هنا؟ بكري هنا؟ انت باين انك عجزت واندهلت ونظرك كاف وما بتشوفش الا خيالات. بكري ايه اللي هجيبه هنا؟ يمكن يا جناب العمده، لكن والله العظيم ثلاثة أنا شايفه بعينيا دول اللي هياكلهم الدود. الأستاذ بكري وهو داخل المطبعة، وهو دلوقتي جوه. أنا حبيت أقول لجنابك بس، يمكن تكون عايز تسلم عليه. معقولة؟ بكري جاي من المحروسة على بشير من غير ما يديني خبر، وبشير كمان مخبي علي؟ أتاريه كان كل شوية أبص في الساعة. طب ليه؟ اتأخر قوي يا براجي. الغايب حجته معايا حسن، والظاهر والله اعلم ان عنده لفه طويله. الله يكون في عونه. دوار ومنزل في بشنين وسرايا وناس كتير في كفر الشيخ، هيلحق على ده كله ازاي؟ انت خايف عليه ولا بتحسده يا حسن؟ انا بتكلم جد يا ابو رجب، فتح الله اخويا في خطر. خطر ايه اللي بتقول عليه ده؟
النار اللي ولعها عبد الله اخويا لسه ما انطفتش، بالعكس دي وجوجت اكتر. السخاويه الغرابوه داخلين في سكه الطار والدم، ومش باين عليهم ناويين على خير ابدا. وصلنا النهارده اللي حصل في بشنين ليله امبارح، وكلامك صح يا حسن. كبيرهم اللي اسمه عباس السخاوي ده طالب الطار من شاهر، ومن اخوك عبد الله بعد ما تخلص مدته ويخرج من السجن، وجايز يستغيبوا عبد الله وياخدوني بداله. ايه اللي بتقوله ده يا حسن؟ بقول اللي هيحصل يا برجة. لا غلطان، تفكيرك المره دي مش في محله. عارف ليه؟ علشان عبد الله هو اللي مسك البندقيه وضرب العيارين، وهو بس اللي يشفي غليلهم. ما تخافش، ما تفكرش في الحكايه دي. بقولك ايه، يلا بينا بقى نعزم نفسنا عند جماعه اخوك في سرايه نور الهدى. زمانه جاع وراح على هناك. انا بقى لا عايزه اسلم عليكم ولا هغديكم، مخصماكم يعني. ليه بس كده نوراي؟ طب انا واخد على دلعك وهزارك، انما ابو علي ده بقى ذنبه ايه اللي بقى في نص هدومه؟ جرى ايه يا حسن؟ انت صدقت بجد ده انا مخصماك مش عايز اكلمك؟ لا لا طبعا، لا طبعا يا ابله. الله، حلوه قوي ابله دي، طالعه من بقك زي السكر. كتر الف خيرك. جرى ايه يا حسن؟ انت مكسوف مني ولا ايه؟ طب ايه رايك بقى انك هتقعد جنبي؟ هو انا مش زي اختك؟ طبعا اللي تشوفيه. وجوزك فين؟ بانه لسه ما جاش. عدت ولا هيشتريها يا بابا؟ ده بقاله كتير قوي على الحال ده، ما بتلمش عليه غير تخطيف. بعدين بقى نوراي، احنا هنرجع تاني لعنب ديبو؟ ما انا قايل لك ان فتح الله ده عمده وشايل مسؤوليه بلده، وبعدين البلد اليومين دول ظروفها مش كويسه والحمل تقيل عليه. شكوزال شكوزال، ده روز دي جميل تمام. مين شوف كرام؟ حجي رجب، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سمو البرنسيسه، منوره كفر الشيخ كلها. بيقولوا ايه عشان يردوا على كومبليمون زي دي نوراي؟ بيقولوا منوره بيك. وعندنا بيقولوا الله ينور عليك. ايفيت ايفيت، هي دي. مين بلد جميل دي؟ ابنك حجي رجب؟ ابنه ايه يا تيزا؟ ده حسن اخو فتح الله، انت شفتيه قبل كده؟ انا مش انسى وجوه حبيبه قلب، حسن دي اول مره اشوفه. اتفضلوا جلوس. ام سعد وبنت شلبيه تحضر غذاء حالا. استني بس يا تيزا، احنا هنستنى فتح الله عشان نتغدى كلنا مع بعض. انتظار يوك، لازم حضرته يتعلم اتيكيت سرايا. ايه رايك نوراي في رجعه دادا روز؟ احسن حاجه عملتيها يا تيزا. بيني وبينك روز ماري اكتر ناني حباها مصطفى، واكتر ناني خدت بالها منه. مش قلت لك نوراي انا مبسوط كتير؟ مصطفى بيك لازم يشوف خلقه جميل يميل عليه، يبوسه، يحط خد على خد، يغنيله. وده دروس فيها كل صفات الجميلة دي، مش زبيدة تيزا. المرة أنا هروح أشوف مصطفى بيك وهرجع حالا. شرفت حاجي رجب أنت وابنك، مش تمشي، هنحضر غذاء حالا. لا مفيش فايدة يا حسن، تيزا مصممة أن أنت ابني بابا. وبيني وبينك بقى، أنا هكون أسعد واحدة في الدنيا لما تكون أخوي. كنت شفتها كتير وعرفت قد ايه هي جميلة، لكن لما وجهت لي الكلام المرة دي ورفعت الكلفة اللي بيني وبينها، حسيت قد ايه تأثيرها خطير وازاي بيسيطر على كل اللي يجرب منها. بس بس يا شاب، اركن على جنب واستناني، يعني مش هتأخر. بس عمرك يا سيدنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلغ جناب المأمور ان عمدة بشنين جه وعاوز يقابله. يا اهلا يا اهلا، يا الف مرحب يا عمدة بشنين. مرحب بيك يا جناب المأمور، بقالنا كتير ما شفناش جنابك من ايام موضوع عبد الله اخوك. اتفضل استريح. الف شكر. انا وصلتني اخبار الحكم، واقدر اقول لك الف مبروك. ربنا يبارك في سعادتك ويعزك. قبل ما اعرف سبب تشريف جنابك احب اعتذر، لاننا لغايه دلوقتي ما قمناش بواجب الزياره والتهنئه. انا شفت السرايا بتاعتك وانا معدي، ما شاء الله ما شاء الله، حاجة تشرح القلب وتسر الخاطر. مش هيكمل الهنا والسرور إلا بتشريف جنابك أنت والهانم جماعتك. إن شاء الله في أقرب فرصة. ودلوقتي طلباتك يا عمدة. العفو يا جناب المأمور، الحقيقة لولا أن المسألة خطيرة اللي ما كنتش فكرتها أبدا أزعج سعادتك. إيه وجه الخطورة يا فتح الله بيه؟ الليلة بشنين هتولع، وأني طالب قوة إضافية عشان اقدر اطفي الحريقه دي. وبعد هالك يا مولود،
هتفضلي شايله طاجن ستك كده على طول؟ ربنا ما يوريك اللي انا فيه يا زمزم. وايه هو بس اللي انت فيه؟ ما انت زي الفل اهو. هي الحكايه حكايتني، حكايه النار اللي شبطت في ديول الناس كلها، سخويه وحسين، ومش هتنطفي الا لو خدوا ولادي في سكه الطار. مين دول اللي ياخدوا ولادي؟ نص يا زمزم، سخويه الزاويه اللي ريشت جناحاتهم وطاروا زي الغربال وحطوا على سطوحنا وشبابيكنا، ولاد عمامي واخواني عيلتي جايين وقصدني ولادي. يبقوا جايين لقضاء؟ فتح الله وقف لهم زي السبع، ولا يمكن حيسيبهم يمدوا ايد ولا رجل ناحيه اهله وبلده وناسه الا ويقطع حاله. مش لو سابوه، دول جايين وقصدين. وهو اوعي تفتكر ان هم بيدوروا على شاهر ولا عايزين عبد الله، لا، دول جايين وقصدين العمده فتح الله، عايزين يخلصوا منه ويقعدوا مكانه في الدوار. نجبهم على شو؟ فتح الله مش سيده سهل، ولا هو غافل عن اللي في باله؟ اطمني وارمي حمولك على الله، وادي معاد الحج بيجرب وكلها كام جمعه ونسافر ندعي له حدا الكعبه الشريف. بالك الحاصل ده حيطول. ما تفكريش، تبات نار تسبح رمان. ما اقدرش اسافر يا زمزم واسيب ابني في الغرقه اللي هو فيها دي، ما اقدرش. يعني ايه يا مولاند؟ رجعت في كلامك بعد ما شبطتني؟ ربنا يعلم تقيله على قلب ازاي، لكن ما اقدرش اسافر واسيب فتح الله كده. ومين عارف، يمكن الحال تهدى ونقدر نسافر، واذا ما حصلش لا قدر الله تبقى انت تسافر انت والشيخ مجاهد. الشيخ مجاهد مش هينهض يسافر، نجلته لكفر الشيخ لخماه ولسه في اجراءات لازم يعملها. يبقى ربنا مش كاتبها لنا السنه دي، ونسافر السنه الجايه ان شاء الله. لا، انا شبطت خلاص، والرسول ناداه وحطلع يعني حطلع. انا كبرت ومانيش محتاجه محرم ولا حاجه. لا، انا طالعه. ما ينفعش يا مشايخ، أنا ما اقدرش أتصرف في موضوع زي ده من ذات نفسي، لازم سيدنا العمدة هو اللي يوافق ويديني الإذن. شفتوا؟ جالكوا كلامي؟ علوان أبو حجر عارف إن العمدة راكن في كفر الشيخ شوية، فيقوم يتحجج بيه عشان الجول يفضل في بيت العد. أنا كنت قاعد وشاهد لما العمدة قال لك يقعد ليلة في بيت العدة، يعني يخرج النهاردة الصبح. والحقيقة مش هو لوحده كمان، ده معاه الجدع الغلبان اللي اسمه شميس ومهمته اللي امرت انهم يباتوا في حضن بعض يا علوان. ده موضوع يخص الامن يا مولانا. سيبكم منه يا مشايخ، انا هتصرف. يعني هتعمل ايه يا حاج؟ هعمل اللي طول عمري بعمله يا ابن ابو حاجر، هروح بيت العده واخرج الجول بنفسي، وخلي غفير من غفرك يتعرض لي. صبرك بالله يا حاج عبد الخالق، الولع مش ناقصه حطب. أنا عندي فكرة يا حاج. قول يا مولانا. صبر الحسيني بقى نايب العمدة، ومن سلطته إنه يؤمر الغفر وشيخه، فبدل ما تروح على بيت العدة كمل وروح لصبر الحسيني واتفاهم معاه. والله فكرة بجد يا شيخ مجاهد. ابقى استنى أوامر نايب العمدة يا اسمك إيه أنت؟ عجبكم كده يا مشايخ؟ اني يتجلي يا اسمك ايه انت؟ خلاص بقى يا علوان، فوت له فرقه. ولو عايز ترد عليه ما تستناش اوامر صابر، روح جري على بيت العده وتطلع شميس والجول سوا. الله يفتح عليك يا مولانا ونعم الراي. خلاص يا علوان ما تضيعش وقت، يلا روح. سلامات يا ابو مجاهد. طيبون يا ابو حامد، عايزينهم يقولوا عليا اني اتهتيت وخفت لما عبد الخالق الحسيني قال لي انه هيبلغ نائب العمده. طب لا، انا بقى ما باخدش اوامر الا من جناب العمده شخصيا. بالاذن يا شيخنا، الحاج عزام واصل. يا اهلا وسهلا، خلي القعده تكمل. والله جه في وقت. ايه رايك يا شيخ مجاهد، بدل ما نروح انا وانت لوحدين لعباس السخاوي، او يجي معنا الحاج عزام؟ صح، أني أعرف من زمان إن عزام الحسيني
لأصولها قديمة قوي بسخوية الزمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً جاهد. أهلاً وسهلاً. بقول لك إيه يا صاحبي؟ أبا الحاج، مش كنا رحنا على الدوار الأول عشان نخليه يهز طوله وينفذ أمرك؟ يعني مش مدي لابن أبو حجر أي أهمية، وبكده هيبقى الجلم معلم على جفاه خمس صوابع. افتح الباب يا علي، اجري بسرعة، انده الجولة الحسيني والولا شميس والبهيمة بتاعته. بس يا سيدنا، انت لسه واقف؟ اسمع الكلام يا علي. ازاي الحال دلوقتي يا ابو الشحات؟ مش نائب عمدة، ده انت عمدة. انا سمعت بالمشاكل اللي جرت بين حسينة بشنين وسخوية الزاوية اللي جم وقعدوا في ميت السخاوي، والحكاية دخلة على حدوت الطار، واحنا عارفين خصومة الطار بتبقى وعرة ازاي، لو ابتدت ما بتخلص. ده اللي كنا عاملين حسابه ومرعبين منه، وبنحاول على قد ما نقدر نحلق عليه ونمنعه. قلنا نروح له أني وشيخ الجامع ونقعد معاه هو وجماعته ونتحدث معاه بكل صراحة. لا، وفرحنا قوي لما لقيناك جاي. قلنا بس عزم بيه لهتق له وضعه لو راح معانا، خصوصا اني اعرف ان فيه ود قديم بينك وبين عباس. ايه امال، وبقينا حبايب الروح بالروح بعد ما كنا بنتسابق على بنت عمدة كفر الجريده، والمزاد رسي على العبد لله، وفزت بالمرحومه والده الجازيه، وعباس كان حيتنقط ويروح فيه. نشنت يا ابو شيخ مجاهد، ما لقيتش غير البيه عزام اللي يروح معاك عند عباس السخاوي. وماله يا علوان، ما عنديش مانع اروح معاهم، وده اللي جابني من المحروسة، وهناك الدنيا بتغلي بعد حادث سيرلستاك سردال الجيش المصري في السودان، ووضع سعد باشي بقى محرج ووزارته على كف عفريت. بس بلدي لها الأولوية، وما يخلصنيش أسيبها في ظروف زي دي، وخصوصا إننا داخلين على انتخابات. ما تبصلي كده ليه؟ إيه انتخابات؟ أول انتخابات برلمان حسب دستور 23. يلا يا أخوان طهور، يلا اسمعوا كل واحد يشوف حاله، وانت واد يا شميس يلا روح على دارك ولا اسرح في غيطك وانسى الليلة اللي بيتيه في حضن الغفر، ومفيش لزوم تقعد تولول وسط المقاطيع بتوعك حدا الولا غنامة. حاضر يا سيدنا وابن سيدنا. وانت يا جولي اتكل على الله دلوقتي. ما كلنا اتكلنا على الله يا استاذ صابر، انا جاي معاكم. جاي على فين يا قال؟ انتوا مش رايحين الدوار، انا جاي معاكم. وبعدين يا حضره النايب، انا ما بفارقش ابويا بخالك. معلش يا جولي، اصل في اجتماع مهم ومش مسموح لك انك تحضره. اجتماع مهم ومش هحضره حضره العمده؟ خير ان شاء الله، تكونش زحته من سكتك وخدت طارك. اسمع يا جولي، انا خرجتك من الحبس لاجل خاطر الحاج عبد الخالق ولقمه العيش والملح اللي انت كلتها معايا لما جيتني جزيره العاصي، لكن انا عارفك وعارف طبعك اللي مكره الناس فيك. عندكش شغلانه غير ان تدفس حباب عينيك ورا كل باب وترمي ودانك في كل مجلس وتسوق الرزاله على تلقيح الجدد على كل خلق الله. لكن متهيج لي انك عارفني وعارف طبعي وعارف انني كمان خلقي ضيق وماليش صبر لا على الرزاله ولا اللي بيتعزله. عجبك كده يا خال؟ عاوز سامر في ايه دلوقتي يا ابن ابويا صادق؟ هتضربني ولا تخنقني؟ انت بتقول ايه يا علي؟ معلش يا صابر، معلش، كفايه كده. وانت يا منحوس مالكش دعوه بالدوار واللي فيه، ماشي روح يلا. حتى انت يا خال، معلش، بكره تروج وتحلى، اشبعوا بالدوار واللي فيه. يلا بينا يا حاج. بقول لك ايه، ايه رايك تاخد الحاج وبنتك ام الخير
وتروحوا تزوروا نسايبكم في مدبول، تقعدوا لكم ليلتين حداهم. وايه المناسبة؟ ومن امتى انت بتتدخل في الحاجات دي؟ انا بنصحك يا حاج ما تبيتش في بشنين الليلة. هيجرى ايه الليلة في بشنين؟ لا تقول لي ده المكتوب وحكم القضاء، ولا حال عن الاشياء ماشية ورضا. هو ابن ادم ريشة عايشة في قضاء، ده الصبر طيب والسؤال له جواب. نعمل صواب تاخد نصيبك ثواب، واحسبنا عند الله في يوم الحساب. واحسبنا عند الله في يوم الحساب. والصبر طيب الصبر طيب، بحر الحياة متاهات وبر النجاة. في الغيب طايحة بمارياح القدر، في ايدينا دفة تحدد الاتجاه، وعجل يهدينا نفادي الخطر، ونشك سكتنا في قلب الضباب. والصبر طيب الصبر طيب، لكل ده دور والشدايد تهون. وابو قلب طاهر دعوته تستجاب. والصبر طيب الصبر طيب لكل قلب.